فكري مدير عام رعايه شباب بجامعه الجنوب الوادي. برحب بيك يا فندم معنا في قناه الجامعه. اهلا بيكي واهلا بقناه الجامعه. في البدايه يا فندم ممكن حابين نعرف اكتر عن ابرز الانشطه اللي مشاركه بيها جامعه الجنوب الوادي في الملتقى النهارده. هو عموما جامعه الجنوب الوادي في اسبوع الفتيات الرابع بجامعه المنيا نعتبر احنا مشاركين ب 95% من النشاط. كل الانشطه ما عدا العاب صغيره جدا في النشاط الرياضي. يعني احنا مشاركين في كل الالعاب في النشاط الرياضي سواء طايره او تنس او العاب قوى او تنس معاقين ما عدا حاجات بسيطه سباحه يعني قدم نسائي يمكن ده الحاجات اللي ما شاركناش فيها. باقي الانشطه كلها سواء في النشاط العلمي مشاركين في كل المجالات، النشاط الاجتماعي مشاركين في كل المجالات، النشاط الثقافي مشاركين في كل المجالات، النشاط الفني مشاركين في كل حاجه مشاركين فيها كل المجالات والجواله طبعا. بالنسبه لرأي حضرتك في ملتقى الفتيات يعني الرابع اللي بيقام في محافظه المنيا. عموما احنا لما فكرنا ان احنا نعمل كجامعات اسابيع الفتيات دي كانت فكره من مسؤولي الانشطه في الجامعات المصريه، وهي كانت فكره حلوه خالص. بداناها تقريبا في 2008 في جامعه الزقازيق، وبعد كده كانت في جامعه المنيا، وبعدين في جامعه المنصوره، وادي رجعنا في الرابع في المنيا. فهي فكره لان الفتاه الجامعيه ما بتبقاش واخده حقها من النشاط بطريقه مرضيه، فاحنا بنحاول نعمل لها نشاط متخصص للفتيات بيمارسوا فيه الانشطه اللي هم بيحبوها. واحنا يمكن عملنا ان احنا نشترك في ايه ونعمل ايه المسابقات، فحاولنا ان احنا نجيب الحاجات اللي بتحبها طالبات الجامعات المصريه، وابتدينا ننسق مع بعض كرعايات شباب لغايه ما وصلنا ان احنا نعمل الانشطه اللي هي موجوده حاليا في جامعه المنيا. نقدر نقول ان السنه الجايه او اللي بعدها يعني على حسب السنين ان شاء الله باذن الله تكون جامعه الجنوب الوادي منظمه لهذه الفعاليات الملتقى الفتيات. احنا على فكره احنا نعتبر من الجامعات، مش احنا بننظم مسابقات قميه غايه في الروعه. ويمكن عشان ما نبقاش احنا ممكن تسالوا اي جامعه اخرى يعني عشان ما نبقاش احنا الشهاده بتاعتنا مجروحه، لكن احنا بننظم مسابقات عاليه جدا. احنا فعلا كنا هننظم اسبوع شباب الجامعات، ولكن الثوره لظروف معينه يمكن زي ما انت عارفه كل الناس يمكن ابتدت ترجع لورا بعد الثوره لغايه ما هو بدانا نعمل تاني. واحنا نظمنا اسبوع المدن الجامعيه على مستوى جامعات مصر، وكان من احسن الاسابيع اللي اتنظمت، وكان تاني اسبوع بعد جامعه حلوان. لا احنا بننظم ويعني ان احنا ننظم والملتقيات والكلام ده، احنا ننظم اسبوع شباب الجامعات، ننظم اي لقاء قمه جامعه جنوب الوادي ومتميزه جدا. يعني طبعا برئاسه الاستاذ الدكتور عباس محمد منظور بيدينا مساحه ان احنا نشتغل في الانشطه يعني زي ما احنا عايزين. ولذلك احنا اسم الجامعه بتاعتنا يمكن انتم ملاحظين وسط الجامعات بتاشر علينا دي جامعه جنوب الوادي. اخيرا راي حضرتك للملتقى. والله يعني مجهود كويس من جامعه المنيا ومن رئيس جامعتها الدكتور جمال ومن المسؤولين برضو اللي هم في رعايه الشباب او اعضاء التدريس. انا شايف ان هم الناس يعني على قد ما يعني اشتغلوا وحاولوا يعملوا في الظروف اللي هي فيها البلد برضو والظروف اللي هي فيها المنيا، ان هم كونوا يقولوا ان المشاكل اللي بتحصل في محافظه المنيا، لا ده المنيا اهي وفيها مسابقات للطالبات، دي حاجه كويسه جدا على مستوى العالم. يعني احنا دي شهاده نحطها لجامعه المنيا ولمحافظه المنيا، والمحافظ متواجد زي ما انت شايفه في النشاط، والوزير كانوا اثنين وزراء في وزير التعليم العالي ووزير التنميه المحليه، ودي حاجه يعني كويسه جدا وبتسمع ان المنيا والصعيد بلادنا دي موجوده وكويسه وما فيش مشاكل زي ما بتعمل في وسائل الاعلام الاخرى. معكم مشاهدينا تغطيه فعاليات اسبوع الفتيات الجامعيه بالمنيا، ومعنا الان الاستاذ محمد علي مدير اداره النشاط العلمي. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا اسامه. سهلا. اتكلمنا عن مشاركه جامعه جنوب الوادي في نادي العلوم. اولا احنا بنرحب بقناه الجامعه، دي فرصه سعيده جدا طبعا، واحنا مشاركين ضمن فعاليات النشاط العلمي في اسبوع الفتيات بجامعه المنيا في حوالي 9 مجالات. يعني منهم على سبيل الذكر مجال الميكاترونيك، مشاركين بجهاز روبوت بالتحكم من خلال تطبيق بالتليفون،
ومن خلال البلوتوث، وعندنا في الالكترونيات مشتركين بدائره عده دوائر يعني في تصميم واحد للسمارت هوم. في مجال تاني مثلا زي مجال الصناعات والمشروعات الصغيره المنتجه، عندنا نموذج لكذا صناعات زي صناعات الغذائيه والصناعات الكيميائيه والصناعات البيئيه اللي بتشتهر بيها محافظه جنا، اللي هي متمثله في صناعه الفخار والجلل الجناوي طبعا اللي مشهوره جدا يعني على مستوى الجمهوريه يمكن مستوى العالم. في طبعا من ضمن المجالات عندنا مجال تاني زي قصه الخيال العلمي، في مجال البرمجيات الابحاث العلميه. احنا الحقيقه في عندنا طالبات متميزه جدا اخترناها عشان تشارك في الفعاليات دي، وان شاء الله كده يكون لنا نصيب في اننا نحصد الجوائز بتاعه اللقاء باذن الله. ايه استعداد الجامعه للمشاركه في هذا النادي؟ والله هو يعني الجامعه طبعا بتدعمنا ماديا ومعنويا زي ما بيحصل دايما في خصوصا في اللقاءات القمميه. متمثله طبعا في رئاسه الجامعه في الدكتور عباس منصور رئيس الجامعه، والاستاذ الدكتور حفني اسماعيل نائب رئيس الجامعه، وفروا لنا الدعم اللازم عشان احنا كان عندنا دائره السمارت هوم وجهاز الميكاترونيك كانوا محتاجين دعم مادي عشان ننفذ الاجهزه لان الاشتراك باجهزه. وفروا لنا الدعم ده بصراحه، وعملنا دوره ومحاضره في النادي من خلال شركه خاصه اتعمل مجانا. وافق برضه الدكتور حفني على ان احنا نعمل ورشه عمل داخل النادي، وعملناها قبل اللقاء. تم فيها طبعا محاضره عن المشروعين اللي تم عملهم وتنفيذ الاعمال دي واللي هنشارك بها باذن الله في اللقاء.